بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وأعمالكم في هذا الشهر الفضيل. هذا الاجتماع الأول بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات. نبارك الأخوة الأعزاء في الحكومات المحلية لمحافظاتنا جميعا، نيلهم ثقة أبناء المحافظات، مجلس محافظة ومحافظ ونوابه، ونتمنى لهم التوفيق والتسديد في هذه المهمة. انتخابات مجالس المحافظات كانت واحدة من المحطات التي تمثل إنجاز للعملية السياسية في هذه الفترة بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات، ومحافظة كركوك منذ عام 2005، وهذا ترسيخ للنظام السياسي وتعزيز للامركزية الإدارية التي تبناها الدستور وتحرص عليها كافة القوى السياسية. فعلى الحكومات المحلية أن تبذل جهودها حتى تعزز ثقة المواطن بهذه الحكومات المحلية من مجلس محافظة ومحافظ ووحدات إدارية. جزء أيضا من بناء الثقة والنجاح في هذه المهمة هو أن تعمل الحكومة المحلية بركنيها مجلس المحافظة والمحافظ بروح الفريق الواحد، والابتعاد عن كل أشكال المناكفات والتجاذبات السياسية. اليوم مهام الحكومات المحلية أغلبها مهام خدمية تلامس حاجات ومتطلبات المواطنين. هذا هو الشغل الشاغل للمواطن. بعد ما يقدر المواطن أن يستمع إلى مبررات أو إلى تنافس أو مشاكل تعيق أداء الحكومة المحلية اللي ينتظر من عدها الكثير. فنصيحتي للأخوة والأخوات، وإحنا التقينا أغلب المحافظات، وتعبنا 3 محافظات إن شاء الله نلتقيهم الأسبوع القادم، دائما نركز على هذه الفقرة. هذه جدا مهمة وحساسة، والمواطن يرصدها، خصوصا المحافظة مدينة ووحدة إدارية صغيرة، واحد يعرف الثاني، والإجراءات يمكن تكون واضحة عند المواطنين، وهذا له علاقة أيضا بطبيعة عمل الحكومة المحلية. ما هي الأولوية؟ الأمر الطبيعي الأولوية أنه أكو برنامج الحكومة المحلية مبني على الاحتياجات، مبني على الوعود اللي طرحها المرشحين أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية، وأيضا مبني على البرنامج الحكومي. لأن عندما نتحدث عن الحكومات المحلية فهي جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية ومن النظام الإداري للدولة. وأولوياتنا في برنامجنا الحكومي واضحة لحضراتكم، وطيلة أكثر من عام عمر الحكومة قطعنا شوط مهم في تنفيذها من خلال الوزارات ومن خلال السادة المحافظين الذين سبقوا حضراتكم، جزاهم الله خير، أدوا ما عليهم في فترة صعبة. فإذا الأولوية لهذا البرنامج وما تحتاج المحافظة من خدمات، وخصوصا خدمات البنى التحتية. تقييم الموجودين من رؤساء وحدات إدارية، من مدراء دوائر، يجب أن يخضع إلى برنامج عملي ومهني بعيد عن الاستحقاقات والمحاصصة اللي البعض قد يجد أنها فرصة أو استحقاق له بعد نتائج الانتخابات، وهذا مو صحيح ورسالة سلبية للمواطنين. أكو تقييم، أكو فترة تعطى من قبل مجلس المحافظة، وتراقب اللجان المختصة والمحافظ وفق استمارات وتقييم، مثل ما حصل في الحكومة الاتحادية. انطينا فرصة للمدراء العامين، الوكلاء، المستشارين، واتخذنا إجراءات، وكانت الإجراءات طبيعية ومقبولة لأنها جاءت وفق هذه المنهجية. أما أن نأتي ونغير كل رؤساء الوحدات الإدارية، كل مدراء الدوائر، و
يكون الحديث أمام المحافظة في كل أركانها، أنه حصة الجهة الفلانية الدوائر كذا، وحصة الحزب السياسي هلقت، ويصير بها نوع من عدم الاقتناع والاتفاق، وهذا يطلع وين؟ للشارع. هذه بالتأكيد بداية تأثر على عمل الحكومات المحلية. حضور الكريم، الوزارات والمحافظات مثل ما ذكرت فريق واحد، وبالتالي التنسيق والتعاون وحل المشاكل اللي تعترض العمل وما أكثرها تحتاج إلى نوع من التفهم للإجراءات والقرارات وحسن النية المسبق بعيدا عن أي إجراء. ممكن يحل بزيارة، بلقاء، باتصال، بعيدا عن اتخاذ أي موقف، وما نستعجل بإطلاق الأحكام. الكل حريص على نجاح العمل، سواء كان المشروع أو الإجراء أو القرار صادر من الوزارة أو من المحافظة أو من مجلس المحافظة أو من الحكومة الاتحادية أو من مجلس النواب. هدفنا في هذه الدولة ضمن هذه التشكيلات هو خدمة أبناء شعبنا.